نظمت جمعية خيرية لكفالة الأيتام في الجزائر أكبر مائدة إفطار في العالم، حضرها أكثر من 6000 شخص. وبحسب التلفزيون الحكومي الجزائري، أن الإفطار الجماعي الذي نظمته جمعية كافل اليتيم بالجزائر أقيم في استاد رياضي بمدينة البلدية جنوب العاصمة، وشارك فيه مئات العائلات إلى جانب ممثلين عن جمعيات وهيئات حكومية. أنا